تحت عنوان ذاكرة السنديان، افتتح معرض الجولان السنوي الذي يقيمه فرع القنيطرة لاتحاد الفنانين التشكيليين. أطلق على هذا المعرض ذاكرة السنديان حتى نبقى نحن كأبناء الجولان متجذرين في أرضنا، ودائما نكون نحن عيوننا شاخصة إلى تلك الأرض المحتلة من قبل الصهاينة، لن ننساها كأبناء الجولان أبدا ما حيينا. هذه الجولان قضيتنا، قضية الجولان وقضية وجودنا في الجولان وفلسطين. نحن بأبناء الجولان تعلمنا أن نرضعها لأطفالنا من حليب أمهاتهم، حتى دائما نبقى الجولان هي ذاكرتنا. لذلك أخذ العنوان هو ذاكرة السنديان لما لهذه الشجرة من قدم موجود عبر التاريخ. المعرض تضمن عددا من اللوحات والمنحوتات الفنية بمشاركة من فنانين وفنانات سوريين من مختلف الأعمار. المعرض طبعا متميز، وأنا حابب هالمشاركة بلوحتي الصرخة اللي بتعبر عن الألم الكامن اللي ممكن يخلينا نصرخ لدرجة نكون على الأرض ونناجي ربنا بالسماء. موضوعي تعبيري بيعبر عن حالة حلم أنسى. حاولنا أنه يعني شوي نطلع عن الحالة التقليدية، يعني بعد فترة ركود مثل ما بنعرف، فإن شاء الله يعني بيكون نال الإعجاب. بيمثل الفئات كلها، فئات الشباب وفئات المخضرمين، فهي الحركة لحالها بتعمل دمج، بتعمل انتقال لآلية العمل من الأجيال المخضرمة للأجيال الجديدة، وبتساعد الأجيال الجديدة لحتى تعرض كمان أعمالها. ليبقى الفن يحمل رسائله لتصل لكل الأعمار بأسلوب وإبداع كل فنان.